يشهد القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في حجم المشاريع، مما ينعكس إيجاباً على النمو السياحي. نعرض لكم في هذا الفيديو أضخم المشاريع الفندقية في المملكة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مشروع الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، وهو تحت الإنشاء بمدينة ينبع ويمتد على مساحة 11 كيلومتر مربع. يحتوي المشروع على عدد من المشاريع مثل الشواطئ والمتنزهات والمساحات الخضراء، إضافة إلى المناطق الخاصة بالمنتجعات والفنادق البحرية ومرسى للقوارب وملاعب كرة اليد والغولف. مشروع داخر مكة هو عبارة عن أبراج فندقية يتم بناؤها في مكة وفق عدة مراحل، وتبلغ المساحة الرئيسية لأرض المشروع في المرحلة الأولى 320 ألف متر مربع، تتسع لإسكان ما يقرب من 250 ألف شخص، ويضم 85 برجا فندقيا وعشرة أبراج شقق فندقية وثمانية أبراج سكنية. كما يحتوي المشروع على أسواق تجارية ومساجد ومراكز صحية ومراكز خدمية. ويتميز المشروع بقربه من الحرم المكي بمسافة لا تزيد عن 1600 متر. أبراج كودي، وهو مشروع ناطحة سحاب في مكة المكرمة، يقع بالقرب من المسجد الحرام في منطقة منافع التي تبعد حوالي 1700 متر من الحرم المكي. ويضم المشروع أكبر فندق في العالم من ناحية سعة الغرف التي يصل أعدادها إلى 10,000 غرفة موزعة على 12 برجا تم تصميمها على الطراز الإسلامي، وتحتوي على قبة أندلسية فوق أعلى برج. جدة داون تاون، وهو عبارة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة. تبلغ مساحة المشروع أكثر من 5 ملايين متر مربع، وتتسع لأكثر من 58 ألف نسمة، وسيتم إطلاق المشروع في العام 2019 والانتهاء من المرحلة الأولى منه في نهاية عام 2022. لو جاردان دو رياض، وهو مشروع يقع شمال الرياض ويمتد على مساحة 1.4 مليون متر مربع، ويضم 3 فنادق عالمية ومركز تجاري ضخم على مساحة 600 ألف متر مربع ومعارض ومناطق مفتوحة ومساكن. ويتميز المشروع بكثرة النوافير المائية والعروض المائية. تطوير جبل عمر، ويقع المشروع على سفوح جبل عمر غرب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ويمتد على مساحة 230 ألف متر مربع، ويتكون من مصلى ومنافذ تجارية ومطاعم، إضافة إلى 38 برجا سكنيا وفندقي. ويتم تطوير هذا المشروع وفق 7 مراحل. واجهة العقير السياحية، وهو مشروع تبلغ مساحته 100 مليون متر مربع بشواطئ تمتد بمسافة 24 كيلومتر على ساحل الخليج العربي، ويبعد المشروع عن مدينتي الدمام والهفوف مسافة لا تتجاوز 70 كيلومتر، ويضم عددا من مرافق الترفيه إضافة إلى مناطق الشواطئ والمواقع الأثرية والمرافق السياحية والفندقية. دار الهجرة، ويقع المشروع بالمدينة المنورة، ويتكون من 100 برج بواقع 20 برجا إداريا و80 برجا سكنيا، ويتسع لنحو 120 ألف حاج، ويضم 76 فندقا بدرجة 4 نجوم و6 فنادق بدرجة 5 نجوم، كما يضم مكاتب حكومية وإدارية وتجارية. وسينفذ المشروع على 3 مراحل، تتعلق الأولى بالبنية التحتية وبدأت في العام 2014، والمرحلة الثانية للمكاتب الإدارية
والمرحلة الأخيرة للأبراج السكنية.